شد انتباهنا مواطن حكي لنا على وضعيته الاجتماعية صعيبة وأصر إنه الفريق الصحفي يرافقه حتى لدارو. انتبعوا مع بعضنا. حاجة ساعة هذه الحاجة الأولى شوف. بالحاجة باش نحل بالحاجة. فهمتني؟ هذه الحاجة الأولى. والحاجة الثانية ها. هادي هو قال لك ادخل صاوب شبيه لا ما تخافش صاحبي ما تخاف امورك 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 هين يا راهو تزاويلي يا ودي هذا اللوح نتاعك نخدم في بالي يعني انسان زاويلي على روحي فهمتني ها وعندك معناتها معرس انت هنا ليه خاطب خويا وين اصلي هاي امي في غرد يموت مرحبا وهذه الدار نتاعي فهمت ليه ها فهمت ها تفضل عايش على العشا عايش على العشا ريتها العشا شوفها العشا هاي معايا تحبها سيلفي ولا هذه تونس فهمتني ها عشا هاي العريس هذه العريس هذا في خويا في تونس خدم باني يعني باني ما فهميش باني يا اخي الناس ما عنديش فلوس باش تبني كي الناس ما عنديش فلوس باش تبني انا مش منين باش نعيش انا سلتك ما منين تعيش كل يوم على ذاك انا قاعد تخدم ليه يا ودي مانيش قاعد ليه مانيش قاعد هاي نقول لك حاجه من الاخر باش تشوف تحب من الاخر ها وانا واش عندي 3300 ما عنديش فلوس يا ودي وفي جولتنا كالعادة حابين نتابعوا أجواء الخدمة في الليل في رادس وننقلوكم أغلب مشاغل الناس اللي تخدم هذم صح أخوي يعيشك كيت الليل احنا ما أخوي شنو كل يوم العشاء من هنا ولا كيف لا 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 أنا ديجا أول مرة باش ناكل معاك شنو هي الساندويتش باش خذيت؟ نظيف هذاك علاش انا جيت بعديه نظيف مريقل وصفا صفا كيف كانت يا الزفور ودرات نورمالمون انا في المدينه اي صفا الامور صفا الحمد لله شنو هي في الليل؟ والله هذوما هذا ما نعرفش انت مش هنا مش من هنا؟ لا لا هذا باساجير باساجير من خلينا نمشيو معناتها انت نظيف انا نورمالمون عسام اخويا خويا مرحبا بك انت ولد رادز ولد رادز ولد الورديه كله هو انت منين؟ الورديه ما نسيبها هنا في رادز مرحبا بك وبيك عايش شو ما طيبولكش عشاء اليوم ولا كيفاش؟ هيك انا اخويا طلعوا علي ساعات نخدم من هنا كل مره كيفاش شهوه شيء شهوه ولا ما فماش عشاء؟ باس ما فماش عشاء ما نمشي لهنا مال اللي كنت ولا نسيبك اليوم؟ لا وعد يا خويا عليه مصر الزين شو تعشى وعد؟ تعشى قبل يوم برا صغرى بالدار بتبيع صح عليك بارك الله فيك عايش خويا مرحبا بكم تخش عليك ديسكير هيك شوية شوية الحمد لله خويا الله يعينك عايشك الله يهنيك شنو خدمة في الليل؟ لاباس الحمد لله تحت ستر الله شنو رادس في الليل؟ لاباس هاك تشوف الجو ولا الحومة الناس كل شيخة الناس كل عاملة جو والله مصلي على النبي وقتاش تحل وقتاش تسكر؟ والله الحلين الخمسة نتاع العشية لليل وقتين الليل؟ الليل ما الساعة أنا والجو أنا والشتاء وأنا والعباد وأنا والناس وأنا والناس أنت ونصف الليل ما زاد شوية؟ ما زاد شوية ما زاد خويا الله يعينك يعيشك يا خويا حكاية الليل معك احنا قناة جنوبية خويا نتشرفوا بكم ويعيشك ربي يفضلك احنا وين تو؟ احنا تو في رادس خويا رادس شنو؟ رادس مونجيل هذايا بون؟ مونجيل مونجيل وانت ديما تصر في الليل؟ ديما خويا نصر انا هذه خدمتي الاكثرية مع شوية جوارات يجوني شوية دنيا ماضي ساعة ماضي ساعة ونص اي اعطيني شو شكون الكليونات نتاعك؟ شمس الدين زوادي مثال احمد خليل احمد خليل اي نتاع الكلوب اي الحدادي يزي يعني مش نزيد نسميهم الكل الكل يسكنوا هنا؟ لا لا فاهم اللي في الحمل الف فاهم اللي من شمس الدين زوادي يسكنوا هنا الحدادي يسكن في حمل الف
احمد خليل يسكن في العوينه تو. اي ما سالتنيش عاد انا شكوني انا بالضبط. انا مش نسالك انا جاي. انا فاروق اسمي. فاروق وجه مش غريب علي. انا اكبر حجان في تونس صاحبي. وين كنت قبل في تونس؟ انا كنت في فرنسا. نخدم. مش في تونس؟ خدمت في الافريكا. في افريكا مع مونجي افريكا؟ لا قبل المونجي انا خدمت. انا خدمت مع بينو. بينو اي. وعشت في فرنسا برشا. عشت برشا في فرنسا. عامل كوب دو موند انا في الحجامه. لا ما مانيش معلق ما طبعا بعد نوريك شويه تصاور تعمل نظره شيخ. اي خويا. اي خويا. قداش عندك في الحانوت هذايا؟ الحانوت هذايا بالضبط عندي 20 سنه. انت من اصيل من راتس؟ اي اصلي راتس انا. وين صار كاس العالم؟ في كان. هذايا في كان هذايا كريم هذايا معايا كريم هذايا اللي توا في كارنوا يخدم. هذايا عاوك الجران بري ريتو. هذايا كوب دو موند هنا. وشنو تو كي تهز مثلا كاس عالم الحلاقه؟ اه وشنو البريم تاعو؟ البريم تاعو يوصل حتى 60,000 يورو. 60,000 يورو الوقت هذاك. هذه راد الصوت. هذه راد الصوت. قداش عندك؟ ما مش برشا حكايتي يمكن 6 اشهر كيك 7 اشهر. سهار هكا شويه لي. شنو نعملوا كاو؟ خدمة تحكم هكاك يلزمك تستنى فما كليونات تروح مغر فما اليسر فما شنو هي الليل شنو هي والله كيما برشا حوم كيما تعرف الشباب اكثر مره رايضه مره هكا مره هكا كل مره كيفاش هكا والحمد لله ديما الحمد لله شنو هي الغله اللي خارجه خويا ناس اللي عنده راهو ياخو اللي ما عندوش ما ياخوش. اليوم على شنو يجيك؟ يجيك ديما الاكثريه على البنان يجيك على شويه برقدان تومسون كذا مدالين هذاك بحكم الدنيا بارده معناها الكالسيوم تاع ولاد الصغار وكذا. مرحبا بكم في راس وهذه حومتكم. شنو البلاصة هذه؟ هذه راس حي محمد علي. حي محمد علي. انت تو لبلابي وهرق. خويا عندنا لبلابي عندنا الهرق عندنا عج مرقاز عندنا عج سكالوب عندنا عج عقد عندنا فرويد مير عندنا شتاير راس علوش. فهمتي؟ فهمتي؟ لكن مخر تو نحن ذولي هما شويه كليونيه هذيك. تو اخر ليل تو تبدا كعبتين وكعبه مش لك فهمتي؟ رادس في الليل. والله يا خويا عاديه حاجه عاديه بالنسبه ما عنديش حتى قلق هنا. لاباس. لاباس الحمد لله. الحمد لله ما عندناش مشاكل. الحمد لله لاباس. فهمتي؟ قلت لك ما عندناش مشاكل في رادس في الليل. يجيوك شعبادك ايه؟ لا الحمد لله يا ربي الحمد لله. لا 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 باس لا كنا ولاد حومه كنا فهمت؟ معروفين. كنا معروفين. ايش عندكم تو تخدموا هنا؟ عامين من اللي حلينا كي كان. وينك؟ شنو عملك؟ تفضل الحمد لله الحمد لله نشكروه. حكايه لي نحن ما قلنا جنوبيه. مرحبا بكم يا خويا بجنوبيه نتبعوا فيها ونتبعوا في برامجها ولا مصلي على النبي يا خويا. يعطيكم الصحه. خويا يرحم والديك. زورونا في رادس. ديما الخدمه بالليل الورد. والله اكسبسيونيل ما غدوه الحي عيد الحب. فهمتني؟ ان شاء الله مبروك على الشعب التونسي ان شاء الله فهمتي زهينا خرجنا شويه من ستريس نتاع كل شيء اللي قاعد صاير في البيت ان شاء الله فهمتني الناس تبدا مفرده. واكسبسيونيل نحضروا الغدوه معناتها عيد الحب هاك تشوف. ديما هكا معناتها المناسبات هذيا معناتها في المناسبات هكا ويلزم واحد يخدم. تو منين جاي الورد هذايا؟ الورد هذا فما ورد يجي من مصر ورد يجي من ورد يجي من كينيا ماجوريتي فما ورد يدخل كونترا من زاير سايب حتى في الورد فما كونترا اه فما الورد فما كونترا ما تك شوف الورد غالي برشا نهارين وكيفاش تولي تتبيع في هذا الحب من ال 5000 وانت ماشي. سهار. اه ديما. اي نسهروا الدنيا بمشي ياسر العشرة هكاك. الناس تسهر شوي وزيد احنا بلاصه معناتها باساجي الناس تبدا مروحه والسهريات نسهروا شوي. شنو هي رادس في الليل؟ والله لاباس راهي ما شاء الله. الحمد لله. الحمد لله. اي قرب يعني بحذا المنقلة. قداش عندك؟ انا عندنا شهر ونص في راس العام حلينا. جديدة جديدة. خذيت كعبات جاتو للدار الصغيرة للدار. بمناسبة عيد الحب. لا والله احنا هبطنا فاكونس جينا من فرنسا هبطنا فاكونس ومامتون المرتي. دي جاتو بور ما فام وللصغيرات مامتون. Thank you.
دينا القصاب دخلنا ديريكت قلنا خلينا نسلموا عليك. وينو الحم؟ وانا ولد الليل. وينو الحم؟ الحم في الزلاجة ولا فريجيدير. انا خدمتي بالليل والله الحمد لله. لاباس بابا يا رب يدوم النعمه. الدنيا في كريس ما ثماش خدمه. شويه شويه في الليل خدمتي. انا معروف نخدم كان بالليل تبع ولايه بن عروس. في النهار ما عنديش خدمه نخدم بالقروة على خاطر نبيع شويه شويه. ما خدمتي كلها بالليل الشتا والصيف. وشنيا المراح في الليل وشنيا ماشي الحم ولا ما عادش تو العباد؟ شويه الحم غلاء غالي برشا والعباد ضربها الفقر والمراح راح. هذه كانت رادس بأحيائها الشعبية وحومها ذات الطابع الفني والتاريخي. حبينا نشارككم أجواءها وننقل لكم حكاية جديدة من حكايات الليل.